يه. أنا مقطع سريع عن موضوع اللباس أو سالفة اللباس أو ثوب النوم الشال إلى آخره. أتوقع قد تكلمت في مقطع في انستغرام لايف رد على سؤال مع شيء شخصي ما يدخل في الخيل. بما أننا نتكلم كل شيء قلت أحط مقطع للي يبغى شرح عن الموضوع هذا، معنا موضوع في نظري ما يدخل في الخيل، موضوع تافه يعني، لكن أشرح شرح عام. رقم واحد، أنت لما تقول لي شيء تنتقد شيء أو مثلاً ما يعجبك شيء نقطة، وإن في خطأ واضح شيء آخر، يعني ما في مثلاً فرضاً ثوب النوم أو مثلاً ثوب ال إحنا نسميه ثوب النوم، طبعاً مو شرط النوم عنده هلا، بس عندنا إحنا مثلاً في السعودية نلبسه كثوب نوم، زي الثوب الإماراتي أو الثوب العماني أو المغربي عند في بلدانهم ثوب رسمي، بس إحنا ممكن نستعمله كثوب نوم لأنه مريح، فنسميه ثوب الراحة أو ثوب النوم، هو أقرب للثوب العربي طبعاً القديم الوسيع زي الثوب الكويتي فرضاً أو الثوب السوداني مريح. ما في مخالفة العادات والتقاليد أو الدين أو الزي الرسمي السعودي، بل بالعكس وأقرب للعادات والتقاليد للزي العربي القديم وللدين وللزي الرسمي السعودي من أي ملابس أخرى، فهو أقل يعني خلينا نقول حاجة للوم أو ما تلوم عليه بقدر ما تلوم على الأمور الأخرى، ما أنك مفروض تلوم الأمور الأخرى بس يتوضح الفكرة. فهو ما في أي مخالفة للدين أو العادات أو التقاليد أو اللبس اللي أنت لبسه كلبس رسمي، بالعكس هو أقرب لها. هذا أهم شيء، هذا رقم واحد. طبعا رقم اثنين، وين تلبسه؟ مثل لما تجي مثلا مكان متفقين على لبس معين، جامعة، مدرسة، محل عمل إلى آخره، وكل الناس لابسين شماغ وعقال، وتجي تلبس شورت ولا تلبس برمودا ولا جينز أكيد، أو مثلا ثوب نوم أكيد، هنا يمكن مخالف الناس، خالف تعرف، من شد شد في النار. فالفكرة أن هنا خطأ لا شك فيها. لكن أنت لما تكون بر، استراحة، مخيم، بيت إلى آخره، تلبس الشيء اللي يريحك بحدود طبعا زي ما قلنا معينة. تلقى ناس مثلا يريح الشورت، ناس يريح ثوب النوم، ناس يريح الجنس، ناس يريح البنطلون الرياضة الترينج المقاوي إلى آخره، ناس يريح الثوب الرسمي وهكذا. فكل شخص بياخذ الشيء اللي يريحه. في الخيل أي شيء يطرأ على بالك أنا شخصيا جربته، طول ما جيت يعني تقريبا جربت من كل بحر 20 قطرة شورت، سروال سباحة، بس سروال مخطط قوتهم مايو سباحة، برمودا، جنس، ثوب الرسمي الأبيض، ثوب الشتوي مغربي، اللي تبغى، كل شيء يطرع باك جربته. قبعة، جربت قبعة أمريكية، شماغ، عمامة، آيس كاب، قبوع البرد، أي شيء يطرف بالك جربته. فأنت تحكم من تجربة لنفسك طبعا، يعني أنا قاعد أوضح لك ليش أسوي الشيء هذا، يعني بناء على تجربة. الأريح لي أنا شخصيا هو اللبس اللي ألبسه، عملي في وضعي أنا، ركوب بدون سرج، خيل عربية، جو حار، بر، وفي الركوب بدون سرج بالذات الشيء ده يفيد كالتالي. بالنسبة للمشدات، مع الناس يقولون المشدات أغلب الإصابات عندي في المفصل تحت، طيحات الحصان طيح عليك إلى آخره. فالمفصل لما تكون راكب بدون سرج دائما مرتخي، في الركابة دائما شغلك على الركاب ورجلك ثابتة، لكن في الركوب بدون سرج رجلك من تحت الدودل تقريبا إذا كانت مرتخية، فتلقى المفصل دائما مرتخي. فأنت لما تلبس المشد شوي يريحك زيادة. بس المشد اللي فوقه يمسك البنطلون، لما تكون راكب بدون سرج البنطلون ممكن باستمرار يرتفع، فالمشد اللي فوق المشد ممكن يمسك لك اياه ويثبته. واذا كنت تركب مع واحد الله يستر علينا عليه كان عنده مهماز طويل، انت قرب منه، واذا قربت منه المهماز حق رجله يجرحني، فكان المشد يحمي رجلي من مهاميزه او نادوسه. البنطلون يعني شوف، لو البس بنطلون الاسود او سروال السنه او البيجامه البيضاء، انت عندك نقطتين، الركوب بدون سرج ابغى اكون قريب من الحصان، حتى لو تلاحظني ما احب اركب معرقه او يسمون الناس عراقه اللباده، يعني احب اكون مره قريب من الحصان. طبعا ده في خطوره ان اذا عرق الحصان دخل جسمك ممكن يجيك حساسيه وتورط، يعني يجيك حساسيه في المنطقه يعني في فخذك او في ساق يمكن ما تركب شهور. فيبغالك لبس يحمي جلدك من عرق الحصان او جسمك من عرق الحصان، بنفس الوقت ما يكون كثيف او عريض يوخرك عن الحصان. احسن شيء لاحظته البيجامه، طبعا نسميه بيجامه، قصدي اللي هو البنطلون الابيض نسميه بيجامه، زي سروال السنه او سروال السنه او بنطلون اسود بداله. سروال السنه هو افضل شيء واريح شيء، الاسود عشان ما يتوسخ تركب بدون سرج. سروال السنة توك راكب فيه، الحين توك شاريه ولابس فيه وركبت، بعد نص ساعة يصير أصفر، يشوفك واحد يتوقع أنك جربان سروال السنة له شهرين ما غيرته، والله توي شاريه بس بالعرق يتوسخ. فلما تلبس أسود يتحمل الوسخ أكثر، أو ما يبين عليه الوسخ بشكل واضح. هذا سبب اللبس الداخلي الأسود، لاحظت أنه مريح جدا في البر أو في معنى وطع مو زين الشمس، يجذب الشمس لا شك، بس قصدي في الناحية هذه الركوب بدون سرج كل ما غمق اللون كل ما صار أحسن. ثوب النوم أولا كما تركب بدون سرج زي ما قلنا العرق يلصق في البنطلون، فلما تنزل
مجرد انك تنزل تنزل الثوب غطت العرق. لكن لما تكون لابس منطلون جينز سواء سنه اللي هو ثم نزلت والعرق لاصق صعب انك تمشي وتروح وتجي وتجلس وتقهوى والعرق في بنطلونك تركب. يعني كنت تركب 20 كيلو 15 كيلو خيل تحمل شغله بدون سرج تنزل كل جسمك عرق بنطلونك كله عرق عرق الحصان شعر الحصان خاصه كان حصان اصفر وربيع وشعره مسقط بنطلون كله شكلك غلط. لما تكون لابس الثوب مجرد نزله غطيت فهو عملي من ناحية هذه. ثاني شيء ثوب انه مريح يعني وسعه يريحك شوي اثناء الركوب تضفاض على ما قال ما يكون شيء ضيق شوي يزعجك. ايضا قصر الكم بالنسبه لي شخصيا مهم حتى في الكم العادي لما اشتغل ولا شيء ارفع اوصفط وحتى مره تقطع لانك لما تكون تركب تقاوم تحط تشيل ما تبغى كم طويل. اماراتي او المغربي حلو بس كم طويل رسمي زي هذا زي الرسمي السعودي هذا تحس الرسمي زاد على اللزوم مو بعملي للشغل اللي انت تبغاه. فاما انك كل شوي تقدر ترفع او تصفطه او تقطع انا شخصيا اقطع مرات مقص حط لي مقص معين اقص عادي. فلما يكون كم قصير اريح وبدو انهم تعمد تبغى ثوب نوم سبعه لا الفكره انه ثوب العملي الكم قصير هو هذا. ايضا قماشه قد قاعده كل ما كان سيء قماشه خفيف احسن عندنا حر حتى في المغرب والعشاء في الصيف حر فكل ما كان وزنه خفيف او قماشه خفيف صار ابرد وافضل. مثل الثوب الرسمي من عندك الثوب الرسمي طبعا الابيض مستحيل تروح في بر توسخ على طول يعني تروح جديد زي هذا بعد ربع ساعه كله بني مو بحق بر معروف. عندنا طبعا الشتوي شتوي زين اشك في الشتاء بس في الركوب دون سرج تدفع على طول بشكل سريع لو في المربعانيه البس شتوي بعد ربع ساعه فسخه الجاكيت ما اقبله شلون البس شتوي. فالثوب الرسمي سواء السعودي الابيض او السعودي الشتوي او حتى الرسمي الاخر مثل الاماراتي العماني او المغربي حتى لا شك انها جيده وخامات جيده ومريحه عند اهل البر حق الصيد بس اذا الواحد يحبونها بس انت في الركوب تقاود تشتغل تشيل ما انا ما اعرف كم طويل يغثني يلعب بلعب فالكم القصير عمل. فمين بتدعوا بشكل انت تصور الدعوه والله بس ثوب نوم لا الدعوه انه اريح في مجاله في وضعه. الجنس جربته في ركوب بن سرج المنطلون جربته اي شيء يطلع بك جربته ما في شيء يريحني شخصيا زي ثوب النوم. بالنسبه للون كل ما غمق خاصه شو الاسود لكن اي لون كل ما غمق افضل في البر في استراحه مخيم الى اخره نتوسخ كل لون فاتح حتى لو كان زين ابيض وغيره بسرعه يتوسخ حتى لو جاي لابس جديد اليوم صار عضك بركان طقك فلان تحت انت وياه وسخ تراب فيبين عليه. فكل ما كان اللون غامق كل ما كان افضل. واذا وقفت على لون معين مثلا سواء لون عجبك او لون تحس انه ما توسخ عملي الى اخره الخيل ممكن تعرفك من خلاله. الحصان يعرف امه يعرف ابوه لا شك الريحه ولا شك الشكل بس اللون مهم. اذا تلاحظ لما الامهار الصغار تشوف خيل نفس لون امها او ابوها في البريه تلحقه. فلاحظت ان الخيل ممكن تعرفك من خلال زيك اذا كان زيك مستمر كما هو تلقى حصانك ممكن يعرفك من خلاله. طبعا مو مهم بس ممكن لاحظت الشيء هذا. لكن الاهم هو ان كل ما كان اللون غامق لا شك انه سيء في الشمس يسحب الشمس لكن لاحظت فيه الميزه انه عملي انه ما يتوسخ ما يبين عليه الوسخ. اخر نقطه وهي الاهم الشال العصابه ببساطه شماغ الغتره بانواعها بس عقال بدق بنت البكار بدق لطمه المصر الاماراتي او العمامه اليمنيه او العمانيه اللي هو كل واحد طبعا بعض الناس يسويها بشكل صحيح بعض الناس بشكل خاطئ بعدها الناحيه الشكليه وتقبلها شكلها شكلين احسن عند البعض لكن كلها مجربها. مي بعمليه لشخص مع الحصان مدة طويله يعسف يقاود يركب لان باختصار اقعد كم دقيقه ضبطها ثم الحصان بس سواها اعطاك واحده على الجبهه انفكت او طاح العقال مع ان العقل القديمه حلوه عقل الشياب من اول حطها على راسك ولا في امل يطيع الشماغ بس الحاليه العقال لو قلتها طاح ما عاد يقدر يلبس العقال بس قصدي المصر او سمى ما شئت العمامه العمانيه او الاماراتيه بعد طبعا يفضلها شكليا بس قصدي في الصيد في البر ما تحرك كثير ترى لكن في الركوب ها 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 مجرد ينفك لا كثير من الناس يطلع بالعمامه يرجع بعد نص ساعه العمامه على رقبته ليش على رقبته؟ انفكت وانشغل بالحصان عنها. العصابه انك تربط العمامه او الشماغ او الشال في الماضي او حاليا ربطه ربطتين يصير ثابت على راسك بحيث انك لو من يوم تلبسه لين ترجع البيت مستحيل ينفك فما تنشغل فيه عن الحصان او بالحصان. ذاك في الماضي كان يلبسونها كثير علي رضي الله عنه، الزبير رضي الله عنه، حمزه رضي الله عنه كان يلبسون العصابه العمامه على شكل عصابه وكذلك سعدون العواجي في قصيده قال جيناك على مكاظمات العنانه صفرا عليها لابسين
العصابة. فالتعصب سواء مشان أو شماغة واللي هو ميزته أنه عملي، من يوم تربطها انسها. الأشياء الأخرى لا شك قد تكون أحلى عند البعض، لكن بالنسبة لي ما بعملية. فالفكرة أبسط ما تصور، هي ناحية عملية أكثر من كونها ناحية على ما قالوا عدم اهتمام. طبعا لا شك ما في عدم اهتمام، بس مو بشكل يتصور، مدعو أن الشخص على ما قالوا متعمد قدر ما أنه مقتنع بشيء معين جربه. طبعا ما راح يقول الناس سووا، ما راح يبرر للناس، لكن لما يتكرر السؤال ممكن يوضح. هذا المقطع توقع واضح بشكل كافي. والله أنا بصوت.